ناس شعرك كلها. أنا عندي المقدار الآتي: 2x ناقص 60. وقال لي طلب مني إيجاد وين بيكون موجب، وين بيكون صفر، وين بيكون سالب. شو بساوي؟ قال أول شيء بعد مو بحطه بساوي الصفر، بطلع قيمة إكس، بنظم جدول بالشكل الآتي: بحط 3 0. قال قبل الجذر يخالف إشارته لهي، بحط عكسه، بعد الجذر بحط نفسه. هي في حال كان درجة أولى، قبل يخالف بعد يوافق. قال في حال كانت درجة ثانية، يعني الدلتا، يعني دلتا بالموضوع. قال بميز 3 حالات: أما بتكون دلتا أكبر من الصفر، معناتها بطلع عندي حلين، مو هيك؟ يعني إكس واحد إكس اثنين. قال بحط 0 0 هون، وهون عكس عكس إشارة آ، وهون نفس الإشارة، وهون نفس الإشارة. طبعا مين هي الآ؟ الآي اللي هي آكس تربيع زائد بإكس زائد جي. طيب إذا كان دلتا تساوي الصفر بيطلع عندي حل واحد، مو هيك؟ بس الحلين نفس بعضهم، طلع شو بكتبوا؟ بكتبوا هيك، بيعملوا هيك صفرين تحت بعضهم. أظن تراك هيك صفرين تحت بعضهم في الكتب. شو يعني هيك؟ يعني جذر مضاعف يعني، أيوه، إنه في حلين نفس بعضهم يعني. قال هون بالطرفين يوافق، بحط نفس الإشارة. وهون بحط نفس الإشارة. نفس إشارة هاد. هون إذا كان دلتا أصغر من الصفر ما في عندي حلول أبدا، يعني هون دي تم فاضي بوش. هون كل لايتا بحط نفس الإشارة كمان. هي 3 حالات بالنسبة لدراسة الإشارة. يلا خلصت، السلام عليكم. ناخذ مثال مثال مثال. مثلا بقول لك إكس تربيع ناقص 5X زائد 6 أكبر من الصفر. طبعا اللي حلها لازم تراجعها، ما بتنحل معي الا عن طريق دراسه الاشاره. يعني بدي اخذ هذا المقدار وادوس له اشارته. بجي وبقول له اكس تربيع ناقص 5x زائد 6 تساوي الصفر، بعدمه اول خطوه. بطالع القيم، شو هي القيم عندي اياهم؟ اللي هن اكس ناقص 3 اكس ناقص 2 تساوي الصفر. هلا بقول له 2 3 0 0 بين الجذرين يوافق، يوافق الاشاره، اللي يخالف يخالف عكس الاشاره يعني. هون يوافق هون يوافق. هيك كنا نشتغل. هلا في حال كان دلتا تساوي صفر، اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 4. هيك مثلا بقول لك اكبر من الصفر. طبعا ما حددنا نحن المنطقه بده اياها. نسينا نحدد المنطقه. طبعا هون مو عندي اكبر من الصفر، وين معناتها المنطقه اللي بدي اياها؟ اللي هي هون زائد 2. ايوه طبعا. من 3 لزائد 2. مثلا بقول لك اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 4 اكبر من الصفر. نفس العملية بساوي بعد ما اول شيء تطلع معي قيمتين، مين هي؟ اكس زائد 2 اكس زائد 2 مثلا اكبر من الصفر، معناتها اكس تساوي ناقص 2، هذا جذر مضاعف. شو بيطلع شكلي مع هذا الجدول؟ هي بقول له ناقص 2 هون بحط له صفر، وبحط له صفر ثاني هون. هون فينا نقول ار معادل 2. نعم بدي اكبر. ما سمعتك. ثانيه بدي اكبر من الصفر. إيه؟ قبل يوافق وبعد يوافق. ايوه، لانه مو صار جذر مضاعف، بطلع على شو اشارته لا موجبه، معناتها التنتين موجبات. شلون؟ لذلك هون بيطلع عندي معناتها كل ار ما عدا الناقص 2. يعني الناقص 2 بيطلع عندنا صفر. اي تمام صح. هيك هلا اخر حاله اذا كانت مستحيله الحل، مثلا اكس تربيع زائد اكس زائد 1 اكبر من الصفر. هاي ما فيها حلول، الداتا بتطلع اصغر من الصفر هي اذا حسبتها انت. صح؟ تتاكد منها؟ انا على الثقه. أتأكد أستاذ. بيت تربيع اللي هو 1 ناقص 4 1 وتساوي ناقص 3. طبعا كمان طلعت 3 اصغر من الصفر، يعني ما في عندي حل. كلمة ما في عندي حل يعني هم ما في شيء، تم بقى فاضي خالص، هون بقى فاضي. معناتها هذا المقدار شو وضعه؟ كله حسب الآن، حسب الموجب إن شاء الله. هيك بالنسبة هيك بشكل يعني بسيط إنه كيف كنا ندرس الإشارة، بس مو هون في سوريا. هلا بدنا نشوف الامثله الموجوده عندنا هون كيف نحلها بشكل سريع بشكل ظريف. يلا اول سؤال، شوف السؤال الظريف بده مجموعه الحلول، راح نجيبهم كلهم لجهه واحده. قال له اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 12
أصغر من الصفر. شو تحليلها لهي؟ x ستة ناقصني ستة واثنين، هذا موجب وهذا سالب، أصغر من الصفر. بعمل هيك مباشرة، بس خط واحد وبحط القيمتين اللي هن ناقص ستة زائد اثنين. هاي صفر هاي صفر، بحط. هلا ببلش هون، ما بدي أحط يوافق الإخالي، مباشرة ببلش هون، زائد بالزائد شو ضربهم ببعضهم بيطلع؟ موجب. موجب، ببلش من هون بالأقصى اليسار، معناتها موجب ناقص موجب، وأنا بشكل متناوب بلا شيء. خلصت. هلا شو بده هو؟ بدي أنا المنطقة اللي بتكون أصغر من الصفر، وين المنطقة اللي بتكون أصغر من الصفر؟ قال هاي المنطقة. طيب في يساوي ولا ما في يساوي؟ قال ما في يساوي، معناتها هي المنطقة. بالناقص 6 لعند 2، وهدول مجالات مفتوحة. واضح أول مثال بسيط؟ سؤال ثاني. قال إذا كان كسر نفس الشيء، مباشر حط خط. شو اللي بيعدم بسط؟ واحد. شو اللي بيعدم مقام؟ اثنين. اثنين. حط صفرين تحتهم، ركب صفرين تحتهم. سالب موجب. انتبه اثنين يعني ما بصير، انتبه عليها إنه ما بصير ياخذ اثنين. ضرب لي هلا الأمثال ببعضها. أمثال إكس. شو بطلع؟ بطلع سالب موجب سالب. شو المنطقة اللي بده إياها هو؟ طلع لي أنت على المنطقة اللي بده إياها. من الواحد لاثنين. بده المنطقة الموجبة. معناته المنطقة الموجبة هي من واحد لعند اثنين. شو الجواب؟ وحدة ثانية. هلا في حال كان عندي مقادير موجبة. يعني أنت يوم بتسوي دراسة إشارة وعندك مقادير موجبة. مثلا إذا قلنا زائد ضرب زائد ضرب ناقص ضرب زائد. هدول وجود الزائد. إذا شلت واحد من بيناتهم بيأثر شيء على الجواب النهائي؟ لا ما بيأثر، لأن هذا المقدار موجب، وجوده أو عدم وجوده ما بيأثر، لأن هدول بالنتيجة كلياتهم جوابهم ناقص. إذا عفته لهذا أو شلته ما بيأثر. نفس العملية هون، هذا المقدار كمان إذا موجب شيله ما بيأثر، رح يتم الجواب ناقص. لذلك بس كان عندك مقادير موجبة، إنه أنت ضمنانا إنه هي مقادير موجبة، ما في داعي تناقشها أبدا. طيب، مثل مين مقادير موجبة؟ قال عندي زائد 2018 شو رايحين؟ جي عليه جي عليه كلها. اذا كان عندي f القيمه المطلقه تابع بقلب القيمه المطلقه هذا موجب. اذا كان عندي تابع مرفوع لاس زوجي شفت هذا موجب. انتبهنا؟ اذا كان في عندي اس سي اس مقدار اس يعني جي عفوا عدد A أس جي إكس. طبعا حيث الـ A عدد موجب. هذا كمان مقدار موجب. لا تناقشوا أبدا، طالعوا خارج الفيلم. أو إذا كان عندك دلتا أصغر من الصفر. إذا كان دلتا أصغر من الصفر، الأمثال بتصير حسب أمثال A، يعني الإشارة عفوا. يعني A إكس زائد B إكس زائد جي. إذا عندي كانت الدلتا أصغر من الصفر، إشارته لهذا حسب الـ A. ما في داعي تناقش طاول، بس بتطلع على الـ A ببين معك شو الإشارة. إنه يا بكون موجب كله يا بكون سالب كله، حسب الـ A مباشرة. هاي بعض الإشارات اللي بيكونوا إنه إن المقادير الموجبة. طيب مثلا مثل هون هلا. قال هذا مقدار تابع مرفوع لأس زوجي، معناته هذا المقدار موجب شيله. طيب وهذا شفت كمان شيله موجب. وهذا المقدار الدلتا فيه اصغر من الصفر، بجي بطلع هيك باثنين واعزيه على السكيته. الآ شو وضعه؟ كمان موجب، معناتها هذا المقدار كمان موجب، كمان الغيه. معناتها هذا المقدار كلياته هو مقدار موجب. صحيح؟ طيب ما دام شو عبد الله؟ شلون عرفنا المقام الدلتا اصغر من الصفر بدون ما نحله؟ والله انا بالنظر بقيم معي، بس انت بدي احلك يعني. بدنا نحن نتبين معنا بالنظر. طلع يعني انت مبين عليك انه هذا العدد كثير صغير. يعني انت هذا مو تربيعه لهذا اللي هو الواحد ناقص 4 بواحد بواحد. طلع شلون؟ تمام. انا مباشر بين معي هذا، اذا ربعته هذا وطلع اقل من 4، يعني يطلع اقل من هذا ضرب هذا ضرب الاربعه. بين معك بس انه هي الدلتا اصغر. هلا روح هذا بين، هذا بين معي انه الدلتا اصغر من الصفر، والاشاره الاي اشاره موجبه، معناتها هذا المقدار مقدار موجب. بس عندنا يعني حالة مناقشة هون استاذ، انه الاس ما بصير تكون ناقص 5. طول معلش، في يساوي معلش.
بي يساوي. هلا هذول المقادير كلها مجبه صح، اتفقنا عليها؟ اوكي. طيب هلا المناقشه بدنا نناقشها انه انا عندي هذا اكس تساوي ناقص 5 بدي اياه، اكس تساوي ناقص 13 بدي اياه. بس انا هون بده يطلع عندي الحل انه كله صح، يعني ايش ما حطيت صح، يعني الجواب بيطلع كل ار، ما في داعي اناقش حلول صغيره يعني. لا في يوسار تساوي ما يعني في يوسار يساوي، ايوه تماما. لو ما في يساوي، لو ما في هي اليساوي هي هون، بتقول له ما عدا الناقص 5 و13. دائما بخربط فيها استاذ. ايه ما في مشكله، منتبه عليها ان شاء الله. هاي الفرق بيناتهم، انت هلا بتشوف تساوي اي خطوه بتحذفها بتحطها، طلع في تساوي بتعمل هيك على الزي، بحذفها بحطها على الزي، بقول اكس يساوي ناقص 5 بدي اياها، لا ما بدي اياها بطلع هون في يساوي بقول لها صح بدي اياها، هي شيلها بقول له اكس يساوي ناقص 13 بدي اياها كمان. هيك بناقشه انه يا بدي اياها يا ما بدي اياها. هلا لما طلع عندي انا كل لايت هذا كله موجب، هذا المقدار موجب دوما، وهو طالب بده المقدار اللي بيكون فيه موجب، معناته هذا الحلول كل ار هذا بتطلع عندي من ضمن من الصفر يعني، لذلك ما بدي مناقشه ابدا، الجواب هو كل ار يعني. واضحه؟ في اي سؤال عليها؟ ثلاث توابع، التابع الاول هو تابع مرفوع لقوه شيفت، والتابع الثاني قيمه مطلقه، وهذا دلتا فيه اصغر من الصفر، المقدار موجب. وهو طالب انه هذا المقدار ايمت بيكون موجب؟ قال بيكون موجب دوما، يعني هذول التوابع كلها توابع موجبه او تساوي الصفر. طبعا الحاله الثالثه اللي قلت عليها انه دلتا اصغر من الصفر، بس يعني بنطلع على الامثال بس وقت اللي بيكون دلتا اصغر من الصفر. ايوه 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 حسنا تمام. هلا مثال ثاني، طلع هذا المقدار، هذا المقدار موجب صح؟ اكس تساوي اس 4 شايفه؟ هذا المقدار موجب شيله، بس اكتب على الزي اكس يساوي ناقص 1 بدي اياها، طلع لي على هي. انا بقول لي الآ هي قيمتها، الآ بقول لي عدد سالب، تعال نحط عدد سالب هون، حط عدد سالب هون، ايش بصير هذا المقدار؟ طلعوا لنا هذا المقدار ايش بصير؟ بصير اكس تربيع مثلا اذا حطينا ناقص 5 زائد 5 بيطلع صح؟ قال هذا الدلتا فيه اصغر من الصفر كمان، صحيح يا شباب؟ هذا مستحيل تنحل هي، لاني بتذكروا لما كنا نحلها هي اكس تربيع زائد مثلا 5 عشرين تساوي الصفر، نقول له اكس تربيع تساوي ناقص 5 عشرين، هي بنقول له فاي مستحيل تنحل. طيب هنا لذلك هو حالتنا الا سالبه، اذا حطينا هون عدد سالب معناته بيطلع هذا المقدار اكس تربيع زائد عدد، ما دام اكس تربيع زائد عدد هذا مستحيل ينعدم، يعني مستحيل تحط لي قيمه انت هون يطلع الجواب فيها صفر، لذلك هذا ما له حل، معناتها هي الدلتا اصغر من الصفر وامثال اشاره موجبه، وبالتالي هذا المقدار موجب، يعني هذا بدي اشيله والغيه، هذا التغى عندي وهذا التغى عندي مع عزيز اكتب اكس تساوي ناقص 1 لازم. طيب بجي لتحت راح اخذ تحت الله بسحب منها اكس عامل المشترك، صار في عندي اكس ناقص 2 اكس ناقص 3 اصغر او تساوي صفر، شوف لغيت البسط كليته صرت اشتغل بس على المقام. هلا صار عندي اكس، اكس ناقص 3 اكس زائد 1، اكس زائد 1 اصغر او تساوي صفر، نعمل هيك عندي شو قيم ناقص 1 صفر و3 صفر 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 مباشر، طبعا هذول كلهم ما بصير ياخذون لا هاد ولا هاد ولا هاد صح، هذول كلهم بيعدموا المقام، هذول كلياتهم بيعدموا للمقام. طيب تعالوا ناقشه ضرب الاشارات ببعضهم، قال بيطلع موجب سالب موجب سالب، شايفينهم شلون؟ موجب سالب موجب سالب، شو المنطقة اللي بده اياها هو؟ بده المنطقة اللي بتكون أصغر من الصفر، وين المنطقة اللي بتكون أصغر من الصفر عندي اياها؟ قال لي من هون ومن هون. هنا الجواب يعني صح؟ اجي صح. من ناقص لا نهاية لعند الناقص 1 ومن صفر لعند الثلاثة. طيب أستاذ هون قلت بدي آخذ ناقص 1، هون ما بصير ياخذ لأني صار، صار بعده المقام هذا، لذلك بيلتغى عندي الطلب اللي بدي اياه. يعني دوما باخذ الاحتمال الاضعف، يعني عيني على المقام اهم من البسط، ممنوع ياخذ ناقص واحد خلاص ممنوع، حتى لو كان بلزمني فوق، يعني المقام هو الاقوى. طب احنا شلون السؤال واضح؟ في اي سؤال عليه؟ نرجع نعيد ولا واحد رح شباب بنات؟ بعده
شوفوا هذا المقدار شو عم بيقول لي، هذا مقدار موجب شايفينه اكس زائد 4 تساوي 0 قيمه مطلقه. بس بكتب على الزي طبعا ابقى اشيله وانا بكتب على الزي، يا بدي اياه يا ما بدي اياه، بقول له اكس يساوي ناقص 4 انت ما بصير تلاقدك، هذا ما بصير يتداخل هذا المقدار هذا، بشيله على الزي هلا بحلل هذا، هذا بصير اكس ناقص 2 اكس زائد 2 اكس زائد 3 اكبر او تساوي 0. هلا شو بدي؟ نحل جدول سريع 1 2 3 اللي هن ناقص 3 ناقص 2 و2 وهي 0 0 0. شو بدي نابلن؟ ضربوا لنا الاشارات ببعضهم يطلع موجب سالب موجب سالب. طيب هنا شو المنطقة اللي بده اياها؟ بده المنطقة الموجبة، وين صار معناتها المنطقة الموجبة؟ قال هي المنطقة الموجبة اللي هي من ناقص 3 لعند الناقص 2 ومن عند 2 لعند الزائد الثاني، يعني جواب A. بسيطات، في أي مشكلة؟ في أي سؤال؟ أستاذ معلش موجب السالب ما وصلت لي. فيك شلون صارت مرة ثانية؟ هي زائد ناقص؟ إيه ببلش من هدول الأمثال 1 2 3 بضربهم ببعضهم كلياتهم زائد بالزائد بالزائد، شو بيطلع الجواب الاخير؟ ضرب اشارات عادي، زائد ضرب زائد ضرب زائد، شو بيطلع؟ زائد. تمام، ببلش هون باليسار باقصى اليسار ببلش، بعدين بساوي اشارات بتناوب عكس بعضهم، زائد ناقص زائد ناقص وانا ماشي، طلع معي ناقص بحط ناقص وانا ماشي. بيت سؤال، في شب كان عم بيسال استاذ الناقص 4 مو بتعدي من المقام عنا؟ حلو كثير، بس ما هي موجوده ضمن المتجر الوحيد، طلع موجوده هون هي. لذلك ما ناقشتها. يعني بصير ما حلو، بصير ركيك اذا كتبوا لها اخوان انما عدد ناقص 4. لاني ما هي موجوده ضمن المتجر. عفوا استاذ خربطت. ولا يهمك، ما في مشكله. ناقص 4 هون ما هي هون. تقبلها هون هي مو هي؟ استاذ انا اخذها ساعه، بقول ناقص 4 واخذها بالموجب. ولا يهمك، ما في مشكله ابدا. بس هي هون يعني، ناقص 4 هون ما هي موجوده. في الكتاب بوزة سؤال حطينه، يعني بالكتاب القديم كانوا حطين انه هيك كان في سؤال حطين انه ما عدا قيمه بس ما كانت موجوده ضمن المجال، يعني مثلا من 2 للزائد لنهائي كاتبين من عدا مثلا الواحد، بالنسخه الجديده شالوها حسوا على حاله انه هي مصر يعني ما حلو حطينها، بس عشان يبين للطالب انه يفهم انه هي القيمه ما يدخل، يعني هي ذاتها ما يدخل ضمن المجال، يعني ما دام ما يدخل ضمن المجال ما في داعي اناقشها. سؤال ثاني، شوفوا لنا السؤال هذا ايش في عنده هون؟ هون عنده اس 4، هذا مو مقدار موجب؟ شفت قصه، طبعا ما في داعي معناتها اناقشه، هذا انت بروك على الزي، بس اعطيني اذا بلزمني ولا ما بلزمني، قال بلزمني، شو بلزمني؟ اكس يساوي نصف. هي بدي اياها، يعني في يساوي هون عندي. صحيح؟ جيب هلا هذا لحاله، قول له ناقص 3 اكس ناقص 2 اصغر او تساوي صفر. يعني ناقص 3x اصغر او تساوي 2، يعني x اصغر او تساوي ناقص 2 على 3. اصغر من ناقص 2 على 3. وين المجال اصغر من ناقص 2؟ عليك ها، تمام جاهزه. هي قيم الـ x كلها اللي بتكون فيها هذا المقدار. والنص. شو بقى؟ والـ x مو تساوي النص. اكس تساوي النص. يا ود اخذ النص، ما عنده نص، ما حد في النص طالب. يعني هي حل من الحلول عندي اياها، بس ما اعطيني اياها من ضمن الحلول هون عندي اياها. يعني انا طلعت معي قيم اكس طلعت معي، طلع شلون؟ لازم اكتبها ولا لازم احط لك اياها هو، بس ما بحطها ضمن الخيارات. يعني لازم نحن نحطها هيك، شوف شلون طلع معنا المجال، هي ناقص 3 على 2، 2 على 3، هي المنطقة طلعت عنا صح؟ كويس؟ إضافة مين معك كمان؟ هاي المنطقة اضافي مين معنا مع النصف؟ النصف هي هون لازم تكون. بس هو لازم يحط لك اياها هون اجتماع معه، بس ما راح يحطها. طيب هنا طحان. ايه. هذا المجال هو من هون لهون اخذوه. يعني اجتماع النص، بس مناقشة بس هالطرف هذا. انه يكون اكس اقل من 2 على 3 ناقص 2 على 3.
بعدها. لاحظوا هون R هي الدلتا عندي إياها أصغر من الصفر، متأكد؟ إلا ما في داعي، واضحة؟ ربع على هاي شو بتصير؟ واضحة أستاذ. تمام واضحة، برافو عليكم، بدي أكون نظرة يبين معكم. طلع مجالة، شو مجالة؟ عفوا الـ A إلى موجبة، معناتها هي خلاص مقدار موجب بحذفه مباشرة. شو زاد عندي؟ زاد عندي X ناقص واحد وتحت X ناقص اثنين X زائد اثنين أصغر من الصفر. نكتب مباشر 1 2 3 ناقص 2 1 2 هي 0 0 0 ضد الإشارات كلها ببعضها موجب سالب موجب سالب موجب سالب. المنطقة اللي بده إياها أصغر من الصفر أصغر من الصفر، معناتها هي المنطقة وهي المنطقة. شو الجواب؟ D يعني. طبعا لازم أحذف له أنا هذا وهذا، بس إنه ما دام ما في يساوي خلاص يعني من إجباري يحكم خارج المجال. هذا كمان مقدار موجب، شايفينه؟ هذا مقدار موجب، خذوا على الزي، بس إكس ما بصير يساوي ناقص واحد. هي كتبناه على الزي ولغينا القيمة اللي بتعدمه. هلا حلل لي هذا، شو تحليله لهذا؟ 4 1 إكس ناقص 4 X زائد واحد أصغر من صفر. قيمتين عندي معناتها ناقص واحد وأربعة، هاي صفر هاي صفر، ضرب لي إشارات ببعض، موجب سالب موجب. منطقة اللي بده إياها موجب سالب موجب السالب، منطقة السالب ناقص واحد الأربعة، ناقص واحد الأربعة، هنجي واحد من موجودة خارج، لا رح يقول واحد من موجودة، ناقص واحد من موجودة، ناقص واحد إذاً هي ما يدخلي، ما في يساوي يعني، يعني طالع خارج المجال. في أي سؤال عليهم؟ هاي هلا هون شوف، ما دام ضيم إني أنا إن هي مقدار موجب بحسن بساوي طرفين بالوسطين، بس أنت لا تشتغل هالشغل دوما، ها يعني في أحيانا ما بزبط معك، لا تشتغل طرفين بالوسطين لأن في شروط عليها، إنه لازم يكون المقامات نفس الإشارة تماما حتى تحسن تساوي طرفين بالوسطين. لذلك أنا هون مبين معي إن هي من إن يعني مقدار موجب. هلا ضرب بي اكس بشكل كامل كل المعادله، شو بصير عندي؟ بصير عندي اكس تربيع ناقص اكس ناقص 2 اصغر او تساوي الصفر، طبعا انا فوت 2 لجوا في مشكله، اكس هي الخطوتين مع بعض، معلش اول معلش هي 2 و1، هذا سالب وهذا موجب، عندي معناته ناقص 1 و2، هذا صفر صفر، موجب سالب موجب. المنطقه اللي بده اياها شو هي؟ المنطقة السالبة، معناتها من عند الناقص واحد لعند مين؟ لعند اثنين، يعني ناقص واحد. شوف هي يساوي ها ناقص واحد. اثنين صفر واحد اثنين. شو قد مجموعهم كلياتهم هذول؟ اثنين. بده مجموعة القيم لإكس. استاذ هاي شروطه انه لازم يكون مقامات من الإشارة؟ أيوة تمام، حسيت طرفين من الوسطين. إذا ما بدك تدخل الباب هذا فوت لجوا، في مثال حتى مثال يعني يمكن فوت لجوا واحد المقامات كمان بيصير يعني فوت لجوا واحد المقامات أضمن لك وأحسن لك، يعني هيك نحل معه، هيك نحل ما نحل عن طريق طرفين من الوسطين عشان ما الطالب يخرب. يعني بدك تناقش شروط، شو الشروط؟ إنك تقسيم المقامات يكونوا نفس الإشارة تماما، يا موجبات يا سالبات. انتبه عليها يعني ملاحظة. يمكن مثال هلا نشوفه. هوني ور هذا حلينا ما حلينا السؤال شو بدي؟ هلا فتحنا كتاب تركي وجاينا هلا البلاوي الزرع اجت البلاوي هلا. هلا شوف هذا المقدار موجب، شايفينه؟ اس 10 موجب، الغيه على الزي وقول له اكس ما بصير تساوي الصفر. طيب تعال هون هلا شو عندي حلين هذوني؟ x ناقص جذر 10 x زائد جذر 10 اصغر او تساوي الصفر، اعطينا القيمتين، قال هن ناقص جذر 10 زائد جذر 10. طيب شو بدي؟ ركز معي شوي هلا، ايش ده قال له؟ شو عندي جذر 10 شو بساوي تقريبا يعني؟ هو 3 ورشه شوي صغيره 3 فاصله 3 فاصله ناقص 3 فاصله هون
وهون زائد 3 فاصلة. كويس؟ شو بده؟ بده كم فرق لي؟ لا كم وحدة؟ لا كم قيمة في عنده بياخذ؟ يعني هذا احنا بس حتى الإشارات عفوا نسينا إشارات تانية، هذا هو موجب سالب موجب صح؟ المنطقة اللي بده إياها معناتها هي المنطقة اللي بده إياها. صحيح؟ والله من هون لهون أيوة كم عدد عنده؟ من ناحية للثلاثة أيوة تماما، تعال عدهم تعال عد له إياهم شو بطلع عندي؟ بس ناقص ثلاثة ما بده مجموعة، ما بده مجموعة بده عددهم. شوفوا ناقص ثلاثة ناقص اثنين ناقص واحد صفر ثلاثة اثنين واحد، هذا الجواب سبعة. برافو عليكم العلامة صفر. بس في عندك طلع هاي صفر ستة. أيوة ما بصير أحط الصفر صارت ستة، شايف النقطة شنو؟ انتبه عليها. أنت دوما عينك على هي الحطة على الزي، هي ما بصير ياخذها، لذلك ما عندي ست قيم. أنت بدك تعرف على فوق شوي زيادة. طيب اسس هاي لا لازم انتبه عليها. واضحة السؤال؟ واضح وحلو. تمام. يلا في شيء مليان الساعة بدنا نحكي فيها، حلو اليوم الحلو. طلع الثاني ما أحلى الساعة. يا رب يسلم الشباب. اكس استربيع ناقص، تعال نحلل هاي شو بصير هاي؟ عفوا هي خليها منيمة لغاية تحللها. هاي لا حللها. هاي شو بصير؟ بصير اكس تربيع ناقص 9 اكس تربيع زائد 9 اكس ناقص 2 اصغر من صفر. شايف شلون المقادير الظريفة؟ هلا هاي ما حيز إذا دمجتها بقوس واحد بصير تربيع صح؟ صار معناتها هذا مبدأ افندم الاكس فأربعة ناقص واحد ثمانية مو لازم إكس مربع ناقص ثلاثة ضرب إكس مربع زائد ثلاثة. شلون ثلاثة جزء الواحد ثمانية شلون ثلاثة؟ لا لا بس شوي هال تحليل ثاني أصدق يعني يعني واحد ثمانية هي ثلاثة جزء هاي فوق أربعة. يا فاطمة ركزي معي شوي دقيقة. إذا قلنا إكس تربيع ناقص تسعة هاي بنكتبها إكس ناقص ثلاثة إكس زائد ثلاثة، بس إذا عندي إكس تربيع أربعة ناقص واحد ثمانية هي تكتب حاليا هلا حاليا تكتب باخذ الجزء الاول انا هلا اكس تربيع ناقص 9 اكس تربيع زائد 9 هلا بدك تحللي اياها هي كمان مره ثانيه ما بيأثر اكس ناقص 3 اكس زائد 3 اي بس هيك يعني بس انا بس كثير انا بس حاب احول اول خطوه بس عم احلل اول خطوه بس ما عم بطلع على ثاني وحده بس مو نحلل هي زائد ما بصير هذا زائد ما بصير بس الناقص حسبه طيب هلا هذا المقدار شو عندي انا اتفقنا هذا المقدار صار عندي كيف موجب شايفين هذا المقدار صار فوقه كيف طيب معناتها انت قولوا لي مع الزي بس شوف شيء بيعد مو هذا قال بيعد مو هذا عندي يا هو الزائد والناقص 3 هذا ما فيه ساي معناتها هذا ما بصير ياخذه القيمتين طيب هنا هذا لغيته انا على الزي هلا بس ما بصير ياخذ بدون قيمتين هذا الدلتا فيه اصغر من الصفر يعني مستحيل الحل معناته الله معك روح على زي انت وذات الاشاره موجبه لذلك هذا المقدار موجب هو عندي بس هذا الصغير الفتحون اصغر من الصفر معناته الاكس اصغر من 2 طيب حلو كثير اصغر من 2 يعني هيك صار عندي المجال هاي 2 هاي المنطقه كلياتها بس انا في عندي قيمتين ما بصير ياخذون مين هن القيمتين ما بصير ياخذون ار 3 والناقص 3 هلا هاي 3 ما هي موجوده ذاتها ضمن المجال اللي معناتها بس عندي شو قيمة إذا تصير عندي معناتها الجواب بيطلع عندي ليك. بس الناقص نهاية ما عدا الناقص ثلاثة. طيب هنا يا شباب. في أي سؤال عليها واضحة؟ فاطمة واضحة عندك فكرة؟ أستاذ عبد الأولى بعيدة. بعيدة. عبود بعيد كل الشعر عبود بعيدة؟ لا هيك كتبوا. ليش وين عم بكتبوا؟ ما عم توصلك الرسائل؟ لا والله ماني فاتح انا في بريد ليش هون؟ عشان تفهم تمام نرجع بعيدا يلا شو بصير عندي هذا اكس تربيع ناقص 9 وهذا شو بصير عندي اذا حللناه تحليل بسيط معناتها كان عم يحكي معي طول الدوره وانا ماني منتبه اكس ناقص 2 اصغر من الصفر هلا هذول مع بعض اذا دمجناهم شو بيطلعوا؟ بيطلع x تربيع ناقص 9 للتربيع bx تربيع زائد 9 bx ناقص 2 اصغر من الصفر قال هذا المقدار موجب لاني تابع مرفوع لفوق شيفت لذلك هذا المقدار راح امسحه واطالع القيم اللي بتعدمه شو هي القيم اللي بتعدمه؟ قال x تساوي زائد ناقص 3
هدول قيمتين الزائد ناقص 3 ما بصير ياخذهم، ممنوع. شو السبب ممنوع؟ لاني ما في يساوي، ان هدول قيمتين يساوي المقدار صفر، وانا المقدار صفر ما بدي اياه، بدي بس المقدار اللي بيكون اصغر من صفر. هلا نرجع تاني واحد، هذا تاني واحد مقدار دلتا فيه تساوي اصغر من صفر، يعني مستحيل تنحل، يعني ما بحسن بحل المعادله يعني هي تساوي الصفر. بطلع عندي شيء حلو هون، ما بطلع عندي حلو، لاحظوا شلون ما في عندي عدد تربيع بطلع سالب، معناتها هي كمان ملغيه. ماشي، بطلع بس على الاشاره باثنين وهيك على السكيته وعلى الزي. شو اشاره هذا؟ موجب، معناتها المقدار موجب، احذفه كامل وما في داعي نكتب حلول ابدا، لان ذاتا هذا ما بينعدم. وعندي بس هذا المقدار اكس ناقص 2 اصغر من صفر، معناتها الاكس اصغر من 2. هلا كلمه اصغر من 2 هي 2، هذا الاصغر من 2 هي المنطقه، معناتها يعني صارت المنطقه عندي اياها من عند الناقص لا نهائي لعند ال 2. طبعا 2 ما يدخل لاني ما في يساوي. هلا بدي احذف بس هذول. طيب 3 ما يدخل ذاتا، يعني عندي قيمتين بدي احذفهم. شو هن القيمتين بدي احذفهم؟ قال هن 3 والناقص 3. هلا 3 ما هي موجوده ذاتا ضمن المجال هذا، بس بحذف مين؟ بحذف بس الناقص 3. ذلك الجواب بيطلع عندي من ناقص لنهائي لعند 2 ما عدا، هي ناقص يعني ما عدا، هذا شكل بكتب لكم اياه او بكتب شكل هذا هيك. هذول الشكلين نفس القيمه نفس المعنى، يعني انه فرق او ما عدا، يعني ناقص 3 مو تساوي الناقص بالناقص سوى زائد، انتبهوا يعني. يلا في كمان حدا عم بكتب كمان ارجع عيدها؟ لا استاذ حدا كتب. انتبه لي انت على الكتابات، انا ما عم انتبه لاني. تمام استاذ. يلا. هلا. يلا بعد شو عم بقول لي هون؟ تعال شوف هلا هون اثنين هي هون، هون ما معطيني شروط. لذلك يعني لا تسير الطرفين بالوسطين. لأن إذا سير الطرفين بالوسطين بدها تصير عندك شروط وقصص وحكاية. تعي لهون انت فوت لجوا واشتغلت. بس خلينا نفضي المنطقة. شو مش عارف شو بده؟ بده كم وحدة موجبة؟ حفظنا الطلب. حفظنا الطلب، كم وحدة موجبة بده أبو؟ يلا تمام. هلا جيبها لجوا، شو بصير عندي؟ بصير عندي اكس تربيع ناقص 2 اكس على اكس زائد 6 ناقص 2 اصغر او تساوي صفر. وحد المقامات، بصير عندي اكس تربيع ناقص 2 اكس، هي بتصير هون ناقص 2 اكس كمان ناقص 12 على اكس زائد 6 اصغر او تساوي صفر. يعني صار عندي اكس تربيع ناقص 4 اكس ناقص 12 على اكس زائد 6 اصغر او تساوي صفر. يعني صارت عندي اكس ناقص 6 اكس زائد 2 زائد 2 اكس ناقص 6 او زائد 6 عفوا اصغر او تساوي صفر. خلص صارت جاهزه مباشره، قيمه قيمتين ثلاثه، مين هن؟ الناقص 6 الناقص 2 وال 6 صفر صفر صفر. موجب سالب موجب سالب، صحيح موجب سالب موجب سالب. هلا شو القيمة هي؟ ما بصير ياخذ ناقص 6. ايش عندي؟ شو بده هو؟ بده المنطقة مين هي؟ بوزيتيف سالبة صح؟ شو كان؟ طالب مني البوزيتيف بس. اه هلا حاليا انا هي المنطقة بدي اياها، عندي هي المنطقة وهي المنطقة. بس هذا المقدار كلياته هون هذا نيجاتيف، هذا الغي محذوف. بجي لهون هلا. اعطيني شو في عندي اعداد موجبه ضمن المنطقه هاي؟ الواحد واثنين والثلاثه والاربعه والخمسه والسته، معناتها ست قيم عندي اياهم. انتبهنا شلون؟ ما بصير اخذ الناقص واحد، ما بصير اخذ الناقص اثنين، يعني ناقص اثنين بياخذ ضمن المجال. يعني المجال عندي هلا استاذ ناقص اثنين لسته يا فندم. ايش اقصى عدد اقواس ممكن ناخذهم؟ يعني يلا انت حطيت ثلاث قيم، لو كان عندنا اربع اقواس ممكن نحط اربع قيم ونحط مين بس انا حط بس. ها لا بس ابدا ما في حد معين يعني. واضح السؤال؟ استنى شو رايحين فيه؟ شو سؤال استاذ؟ هو طالب الاعداد الموجبه ونحن
يعني قال عنا الأصغر من الصفر، كيف أخذنا هون القيمة الموجبة؟ هو لا مو قيمة الموجبة، هو بده قيم إكس الموجبة. هلا أنت الحلول طلعت معك هذا حل وطلع معك هذا حل، من ناقص ثاني هاي لعند الناقص ستة. ناقص ستة تمام. هدول الحلول هاي طلعت معك، هاي المنطقة وهالمنطقة كلها هاي. كويس؟ أوكي. ضمن هالمنطقة هاي شو في أعداد موجبة؟ أقول لك عدل لي إياهم. آه. بدو الأعداد الموجبة ضمن الأعداد. أيوة تطلعش إلك، هون تطلعش إلك هنا. بوزيتيف تام صي قيمه مش قد بيساوي مش قد موجود على الموقع. هلا فهمت استاذ. طيب هلا استاذ في وحده من البنات، في وحده من البنات كتبت ليش ما اخذنا الصفر؟ لان الصفر ما بعرف ما بتناقشي موجب او سالب، ما بتحسن تنزليه ضمن الموجب. هذا البوزيتيف يعني ايش قصده بوزيتيف؟ يعني قصده زد زائد، الزد زائد ما فيها الصفر. ما بقول لك بوزيتيف تام صي يعني الاعداد الصحيحه الموجبه، الاعداد الصحيحه الموجبه مين هي؟ هي زد زد زائد. طب هنا زد زائد فيها صفر شيء؟ خلاص قالت تمام. تمام هلا بدي افصل ال تمام هذا فارس. سؤال بعد، شو السؤال الظريف؟ نزل لك العاملي بقلب القصه هي. هيك أسئلة كتير حلوة هلا ما بتكون يعني مركبة. كنا لما كنا نسأل الطلاب أسئلة بسوريا كنا نجهز لهم هيك بحسين ثلاثة بسؤال واحد نحاول نحط له، ولذلك هيك سؤال بيكون حلو كتير يعني هيك سؤال. لذلك أول ما شفته أول واحد جبته بتاع لا أنت شو شلون في عندك عاملي بقلب القصة هاي؟ طيب شو بدنا نحله؟ هذا المقدار موجب صح؟ هذا العاملي موجب وجنبه ثلاثة مع عدد المقدار الموجب، معناتها أنت الله معك مستحيل يساوي الصفر زائد صح؟ إن هذا المقدار الموجب زائد ثلاثة مع عدد المقدار الموجب ما في داعي تناقش طاول، هذا الغيب وعندي بس هذا هاته. طلع صار عندي إكس عاملي ناقص عشرة أقل من الصفر، طلع إكس عاملي أقل من العشرة أقل من العشرة. أعطينا إيش في عندي عاملي أعداد بيطلع أقل من العشرة؟ استاذ الصفر والواحد والاثنين والثلاثة هدول بيعدموها مو بيعدموهم، هدول قيم عاملي لهم اقل من 10. ايه يعني الصفر عاملي بيطلع واحد والواحد عاملي بيطلع واحد وهذا بيطلع اثنين وهذا بيطلع ستة، الاربع عاملي بيطلع 24 24 صح. ايش بده هو شو طيب؟ بده كم قيمة صحيحة بياخذ المقدار هذا طبيعية؟ كم قيمة عندك؟ واحد اثنتين ثلاثة أربعة، أربع قيم عندك، ما في قيم أربع قيم عندي؟ الصفر لغاه؟ ليش لغى الصفر معه؟ آه مجموعة، آسف شو طيب؟ شباب بنات انتبهوا شو طيب؟ ايش بده؟ بده مجموعة احنا عديناهم، المعول هذا شو بيطلع الجواب؟ ستة طبعا. أنا سؤال كتير ظريف ها؟ تجدوا عليه ظريف واحد في غير ظرف عليه مليان الساعة يلا في أي سؤال عليه طلع لي، في حدا عم بسأل شيء إنه في سؤال عليه رجع نعيده إنه واضح إذا حدا حكى بقول لك تمام طبعاً. يلا شوف الظريف الثاني. زائد 2010 هلا هذا المقدار موجب جبت صح؟ ما في نقاش عليه بشيله بس بكتب على زي اكس يساوي ناقص 2 بدي اياها يا طيب ثاني في ملاحظه انا ما قلت عليها هي. قال اذا كان عندي المقدار شيفت اذا كان عندي المقدار عفوا تك ما داخل القوس دائما موجب لا 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 مين بكير لا ما دخل طالع القوانين هاي لا اذا فرق اذا بس سالب بضل سالب ايوه تماما انه مناقشه ال 2011 هي نفسها مناقشه الواحد تماما استاذ لاني انا لما بناقش مثلا بقول ناقص واحد قص واحد هي نفسها ناقص واحد قص واحد
أس 2011. لذلك قال لما يكون عندك الأس فردي أيوة تماما حذفه كله خلي بس الواحد أيوة تماما. يعني مناقشته ل 2011 هو نفس مناقشة مين؟ الواحد. لأنك أنت ما عم بتناقش قيم، عم بتناقش إشارة، إنه الإشارة شو نوعها؟ موج بي سالبي وضعيك. تمام. هلا شو بدي؟ هذا نشلناه وكتبنا على زي إكس يساوي ناقص 2 بدنا إياها. هذا بدل ما نشيله راح نشيله الأس بس، راح يبقى عندي واحد ناقص إكس تحت. هذا راح يتحلل معي لعددين إكس ناقص 2 إكس زائد 1. هذول المقادير كلها أصغر أو تساوي الصفر. راح نحط المستقيم الظريف ونعمل هيك ثلاث قيم عندي اياهم اللي هن الناقص 1 والواحد والاثنين. صفر 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 وهذا ما بصير ياخذه. ما بصير بعده المقام. بضرب الأمثال والإشارات كلهم ببعضهم هلا بيطلع سالب موجب سالب موجب. المنطقة اللي بده إياها أصغر أو يساوي الصفر. السالبي. يعني هون. نيجاتيف. تام سايد. وهون. صحيح؟ هاي المنطقة اللي بده إياها هي هون. وهون صح؟ تعال نكتبها بشكل نظامي أول شيء. تعال نكتبها. اللي هي من عند الناقص واحد لعند الواحد مو داخل. اجتماع من عند اثنين لعند الزائد لنهاية. الزائد لنهاية. طيب هذا المجال كلياته كامل. شو بده؟ قال بده أكبر قيمة سالبة. أكبر قيمة سالبة. مين في عندي هون أكبر قيمة سالبة؟ سالب واحد. ما في غير سالب واحد. أيوة طبعا. ما في غيرها زيتها. ما عندنا غيرها. شو بقول هذا ما عندي. أستاذ محمد. محمد بعت لك هدول الإشارات إيمت نكتبهم؟ إيه إشارات؟ هدول عبارة عن جدا الإشارات الزائد والموجب. طبعا هذا منبلش هون. شوف يا محمد عندي موجب موجب سالب ضربهم ببعضهم جداء أمثال الإكس. أيوة جداء أمثالهم. السلام عليكم. هذا محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا حكمت. كيف أستاذ؟ والله محمد أصدق عاصم عم بسأل؟ إيه أستاذ. طيب ليش ما بيحكي لك؟ والله إني خجل. خجل؟ يحكي لك راهي ليش ما بتحكي لك راهي؟ كان المايك مفصول عندي. تمام ولا هنا؟ هدول إشارات إحنا ما بنحطهم. تمام أنا بقول لك إذا كان عندي هون مو سالب بعرف موجب سالب. أنا بعرف هيك ترتيبهم إذا كانوا كلهم ضربناهم في بعض وعطونا موجب من بس في حالات ما بنحطهم. مين قال لك الحالة ما بنحطهم؟ يعني كل أحوال كل مستقيم الأعداد بنحطهم عليه. إيه. تمام. يلا. في أي سؤال عليها واضحة؟ أكبر قيمة سالبة مين هي أكبر قيمة سالبة عنديها؟ هي الناقص واحد. شو بدي؟ وين كنت ليش أنت عاصم؟ نعم أستاذ. وين كنت يعني قصدي صرنا تقريبا 3 أربع ساعة عم نعطي؟ بعرف أستاذ والله لا أحتاج مو مشكلة برجع بحضره. تمام بروح يلا. أستاذ علقوا أن ممكن تعيد. شو الحين؟ كتبوا أنه ممكن تعيد؟ نعيد. هذا المقدار شو نوعه؟ اتفقنا؟ F أس شيفت. ما دام شيفت بنشيله مباشر أن هذا التابع هو تابع موجب. يعني إشارة الموجبة. لذلك بحسن بشيله أنا خارج المسلسل وطالعه خارج البطولة وبكتب بس القيمة اللي بتعدمه. شو هي القيمة اللي بتعدمه؟ القيمة اللي بتعدمه ناقص 2. طيب بجيب 2 وهيك بطلع على السكيتة. في يساوي؟ قال في يساوي معناتها هي بدي اياها. بحط لها صح يعني بدي اياها. هلا هاد بدل ما اناقش ال 2011 قال بحسن بناقش اس واحد. لاني مناقشه اشاره 2011 هي نفس اشاره الواحد. يوم نقول نحن مثلا ناقص 2 اس 7 شو الاشاره هي؟ ما بدي الجواب بس الاشاره انا. هي اشارتها سالبه. طيب ناقص 2 أس 1 كمان سالبة نفس الإشارة ما بتتغير. لذلك إذا كان تيك بنحذف الزيادة بنخلي بس واحد بنناقش على الواحد. طيب معناتها هلا كتبنا أول خطوة. هذا شلناه وحطينا إكس يساوي ناقص 2 بدنا إياها. وهذا الأس الكبير شلناه وحطينا بداله واحد. صفى عندي تحليله لها. شو تحليله لها؟ إكس ناقص 2 x زائد 1 على 1 ناقص x اصغر او تساوي الصفر. واضحه لهون؟ في اي مشاكل لهون؟ تحليل بسيط هذا. عددين ضربهم 2 وفرقهم 1.
إن 2 1. إذا كان هذا سالب معناتها الإشارتين مختلفات، بعطي هذا الكبير والثاني بعطيه عكسه، هي ما حفظان شلون يحل الإشارات. هلا نكتب مستقيم الأعداد ونحط ثلاث قيم بدش ونكرش، تكون هيك بإيديكم ودش ونرش. عندي ناقص 1 1 و2 0 0 0. هلا ضرب أمثال الإكسات ببعضهم كلياتهم هيك خبطة واحدة، موجب بموجب بسالب، قال بطلع المقدار سالب، ببلش من هون سالب موجب سالب موجب. هلا المنطقة اللي بده إياها، شو المنطقة اللي بده إياها؟ هو بده المنطقة الأصغر من الصفر. وين المنطقة عندي أصغر من الصفر؟ هاي المنطقة وهي المنطقة، يعني من عند الناقص 1 لعند الواحد، طبعا الواحد ما بصير ياخده، اجتماع منين لوين كمان؟ من 2 للنهاية، من 2 للنهاية. وين من 2 للنهاية؟ من 2 لعند الزائد للنهاية. هيك تمام؟ في حدا نسي شغلة؟ شوفوا والله المراجعة منيحة كانت، نسياني نحن هذا الناقص 2 كلازم هي أكبر من ناقص 1. الناقص 2 أكبر من ناقص 1، مو هيك؟ ضحى بدي أرجعك للإشارات. ها الناقص 2 أكبر من ناقص 1؟ لا عفوا ناقص 1 ابتدى يحكي. نعم أستاذ أصغر أصغر تمام. لذلك عندي قيمتين، هن الناقص 2 والناقص 1. نحن توني ناقشنا ما في عندي غير الناقص 1، بس نحن ما انتبهنا على هي، بس ذاتني ما أثرت يعني. مين أكبر من بيناتهم هون؟ هن الناقص 1، معناتها الجواب تم ناقص 1. يعني عندي هون قيم سالبة، عندي هون قيم سالبة قيمتين، هن الناقص 1 والناقص 2 بيصيروا هون بهالمعادلة هي. بده أكبر قيمة سالبة، إن بيوك نيجاتيف تام صي. أكبر قيمة سالبة مين هي عندنا إياها؟ اللي هي الناقص 1. يعني واحد. طب طلع لي عبتكم شيء كمان؟ قلنا لك عبترفع هذيك الأساس لفوق كتير. والله عم نرفع لفوق ما عم نتبع عليها، نسيناها صارتين نسيناها. يلا عادي. بس أنا الشاشة الكمبيوتر عندي واضحة قدامي، بس كنت عم بطلع تحت. يلا بص. هو أستاذ الحل عم بصير لتحت، يبقى عم ننسى اللي فوق. خلاص إذا كنت الموبايل قلبوه بالعكس بتكبر الشاشة عندكم أكثر. إيه هيك عاملينه. طب شوف السؤال الظريف، هذا سؤال عكسي. كتير ظريف السؤال، وهلا بيجي منه كتير بامتحانك سؤال، انه عم يعطيك قاعدة عم يعطيك حل، وبطلب منك هذا الحل لمين؟ حتى بالتكامل مساحات، يعني احيانا عم يعطي مساحة جاهزة بقول لك هذا التكامل لمين؟ عم بيجي هيك اسئلة كتير صار. هلا اعطاني جدول آل وشوف لي آل هذا الجدول لمين من بيناتهم هذول؟ مين بيحصله؟ طيب سؤال اثنين هي يعني مرفوض. شلون؟ القيمة السالبة مرفوضة كأنه والقيمة لا ما هي مرفوضة. ما هي مرفوضة. هي هون عند الاثنين بطلع معنا جذرين. شوف هاي النقطتين هيك يعني جذرين يعني عندهم. طب هنا؟ لما بكون عندي جذرين أخذت أول بداية الفيديو. لما بكون عندي جذرين حلين يعني نفس الحل بيصير اثنين في نفس الإشارة. نفس إشارة آ. مو أخذناها أول ما بلشنا الفيديو. إذا كانت الدلتا عندي تساوي صفر بتكون عندي نفس الإشارة. إيه تمام أستاذ، بس من الواحد لاثنين مكتوب إيه؟ من تحت. خلينا نفسك بس خليني أناقشك. شو عندي أنا هنا أول شيء؟ أول شيء عندي X تساوي حلول صفر، X تساوي الواحد، X تساوي 2 صح؟ تمام. أنا هاي عندي إكس تساوي هون شو بطلع هون؟ ما بطلع الواحد حل، خطأ كبة، يعني في واحد من بيناتهم مو حل، الواحد مو حل هون صح؟ هون عندي ناقص واحد حل، كمان خطأ كبة، خطأ. هون عندي ناقص 2 حل وليس 2، كمان خطأ كبة. بقيت عندي إياها إياها، بجي بطلع الأمثال الإكسات ببعضهم، ضرب الإكسات ببعضهم. هذا عندي تنتين منه سالبات، تنتين منه سالب بسالب موجب، هون في سالب معناتها سالب جودي بلش فيه هون. شوف هاي جرب هاي، طلع هاي موجب بموجب، ايش لازم يطلع هون؟ لازم بدايته موجب بطل، لازم يكون هون
استاذ شلون نحط سالب سالب موجب موجب؟ مو مفروض بالعكس؟ بيكون عندنا جذر مضاعف. ايوه تمام، لما يكون عندنا جذر مضاعف بتكون ايوه يوافق يوافق اول ما اخذناها. هو بده الجزء السالب فقط، يعني بده الجزء الاصغر من الصفر. استاذ يعني لما بدنا نحل هيك تمرين ناخذ الحلول على الحساب وبلش نطبق فيها يعني على الاجوبه واحد واحد ونشوف اي اكثر واحد مناسب. هيك قصدك يعني؟ مو اكثر واحد مناسب، لا مفروض يعني الاشارات كلها صح. شوف هلا اول خطوه، انا ليش لغيت هذول الحلول؟ انا ليش لغيت هذا الحل؟ ليش لغيت هذا الحل؟ ليش لغيت هذا الحل؟ لاني هذا عندي اكس يساوي ناقص واحد حل عنده، ويس ما عنده الواحد، يعني الواحد ما بيعدمه لهذا المقدار. يعني بدها تكون هاي الحلول، شايفين الحلول هاي عندك يا هون، هي الحلول هاي حلول اساسيه لهذا الحل الشكل. شوف يلا هذا هون اذا حطينا واحد ما بصير صفر، اي معناته هذا خطا. هذا اذا حطينا واحد بصير صفر، لا اثنين كمان خطا. طيب هذا اذا حطينا، شوفوا اذا حطينا واحد او صفر او اثنين بيطلع صح، وهذا نفس العمليه. شوفوا هذا هون اذا حطينا ناقص اثنين بتصفر شيء هذا. شوف هاي بين مباشر حلولها، شو حلولها لهي؟ اكس تساوي صفر، اكس تساوي ناقص اثنين، اكس تساوي الواحد. طبعا الصفر والناقص اثنين اثنيناتهم جذور مضاعفه، يعني في عندك تربيع هون، يعني بيطلع حلين حلين. لذلك هو عامل هالقصه هي، شايفين النقطتين هيك عاملها هيك، انه عنده حلين حلين جذر مضاعف يعني. هلا بقيت عندي بس الاشارات اطالعها، شلون ببين معي؟ اه ببين معي من هون، ضربوا هي ضرب هي، هذا هون تنتين منه، هون عندي تربيع تنتين منه موجب بسالب بيطلع سالب بدايته، مع هذا الجواب هذا هو الصح. طلعوا هاي موجب بموجب شو بيطلع الجواب؟ موجب، معناتها هي مقدار خطا، وبالتالي جواب ايه. معناتها عندي شغلتين، طلع عندي شغلتين معناتها. اول شغله بطلع الحلول، هي بعطيك بشكل عام يعني دوما طلع انت الحلول تكون هاي الحلول هاي موافقه لمعادلتك. ثاني شغله الاشارات، بلش فيها هاي ارشادتين مشان تشتغل عليها. طب هنا طلعت في اي سؤال على حدا بحكي سؤال؟ لا استاذ ما في حدا. طب يعني الوضع مستتب قبل مستتب؟ مستتب تحت ظلكم استاذ. طب شوف الله السؤال الثاني، هذا ظريف 10، عم تسألوا على المجموعة نفس السؤال. في طالب ما عرفت انه ليش صار، اعطيك تابعين، بس هذا كان دينجم برسمه وحده يمكن. اعطيك تابعين، واحد اف اكس واحد جي اكس، شو بده المنطقه؟ قال بده المنطقه اللي بتكون اصغر من الصفر. يعني شو معناته اصغر من الصفر؟ يعني سالب بموجب، يعني مختلفات يعني هيك بالاخير. تمام، وحده سالب وحده مجبره تكون. طلع لي شاي وين في خطين بيكونوا هيك، طبعا او صفر، ها طلع في يساوي ولا اني هلا اثنيناتهم بيساوي الصفر وين؟ طلع عليها الظريفه عند الناقص 4. كثير حلوه الحكايه، هي بيتفقوا عند الناقص 4. طيب كمل، عم نحكي هذا، هي ده بيمثل الواي، ها على فكره يعني، يعني هذا بيمثل الواي، انتبهوا ما بقول اكسات، اكساتها ناقص 4 هي، هذا بيمثل واياتها يعني، قصدي كلمه اف الاكس يعني بيمثل الواي، شو كاتبها زي هو. هلا معناتها اول قيمه عندي هي الناقص 4. طيب كمل لي هلا، طلع ركز معي، هون سالب وهون سالب، سالب بسالب ايش بيطلع؟ هو الضرب هنا بيحكي لاني ايش بيطلع سالب بسالب؟ موجب، موجب، معناتها ما بصير المنطقه ما بدي اياها. كمل معي، طلع معي، هون المنطقه وهون المنطقه موجب، موجب، ضربهم ببعضهم كمان بيطلع موجب، كمان ما بدي اياها. كمل معي، هذا كمل كله موجب هلا. موجب. هذا كمل كله موجب للانهاية راح. تعال نشوف هذا العينتين. هذا كمان موجب هون. هون كمان موجب. الواحد. بس اللي عم خشخش يسكر الصوت. يلا، أنا جايب خشاشك مسدود. يلا، هاي زائد زائد. هلا، بقيت عندي آخر حالة هي هون، طلع المنطقة هون. من الواحد للثلاثة. ايوه تماما، هاي المنطقة شوف كون فيها الوايات سالبة
سالب تمام. معناتها سالب بموجب شو بيطلع؟ سالب بيطلع سالب. معناتها المنطقه شو صارت؟ من واحد لثلاثة ما عدا ناقص أربعة. لا مو ما عدا ناقص أربعة، مع الناقص أربعة. مع مع يعني كمان. أي اجتماع يعني. من واحد ثلاثة مع الناقص أربعة. طب احنا شلون؟ ضمن هالمنطقة هاي إضافة إلى مين كمان؟ الناقص أربعة. هيك قصدي. بس خلصت. يعني أستاذ والرسمة الثانية كلها يتداخلة فينا نقول. شلون يعني؟ الناقص أربعة بعد. يعني بس جاعد سؤالة جاعد سؤالة تمثيل ال F X رسم بيان تمام شو كله داخل هلا هون شو كله داخل هذا ال F X شو أنا بدي بدي الحل بدي إياه يطلع معي ضرب قيم طبعا ضرب قيم يعني قيم F X ضرب J X يطلع الجواب سالب هيك قصدي إنه شو هي المنطقة شو هي القيم إذا أخذنا قيمة F ال F X ضرب J X بطلع جواب سالب إجباري بدها تكون واحدة موجبة واحدة سالبة حصرا طيب وين مكون موجبة سالبة بس قصدي الرسمة الأولانية كلها داخلة ما عدا ناقص أربعة وتحت الأولانية أنت ما عندك عم ناقش واحدة واحدة أنت عم ناقش هو الجداء جداء أيوة جداء ما بتتناقش لحالة واحدة ما بتناقش معك لحالة لو عمل لك هيك مثلا استاذ انت معنا اي معك راح بس جاني اتصال اسف بعتذر يلا السلام عليكم استاذ خلص استاذ فهمت وين بدي اشرحه في طلع لي على الكتابات حدا بكتب انه نرجع نعيد ونرجع نعيد ولا واضح استاذ ما بعرف في واحد باعت استاذ هون ضرب ضرب الناقص الأربعة ما بيطلع موجب لأنه من الجهتين سالب كأنه هذا مخربط فيت بالليمت بس قل لي جاء السؤال طب قل له بيحكي صوت بيحكي يحكي صوت ما بعرف طيب أستاذ هون ضرب الناقص الأربعة ما بيطلع موجب لأنه من الجهتين سالب إيه مو في عندك هون أصغر أو يساوي صفر في أو يساوي صفر هو عم يحكي على الوايات ما على الإكسات هون الإكسات هاي هو عم يحكي على الإكسات أصلا ايه شو اسمه؟ ما بعرف ياباني ياباني؟ ما بعرف استاذ كاتب يعني حروف ما بعرف شو ولا يهمك ما في مشكلة طيب هلا قيم اكسات تمام هلا شوف اذا كان موجود عندنا طيب هذول الطلاب طلعوا من التسجيل رجعوا فاتوا فكروني انه سكرت طيب استاذ كتب لك اها فهمت طبعا مش الحال هون الوايات وليس الإكسات هي X تساوي ناقص 4 وليس الواي هو بطالب منا هون الواي بالواي الواي بالواي بيكون فيها المنطقة سالبة هي ما عندي غير هالمنطقة وهالقيم هي بيكون فيها صفر يعني هي من عند الواحد لعند الثلاثة اجتماع كمان مين عندنا يا ناقص 4 شوف السؤال الظريف كمان اليوم الزرافة معبي التمارين يلا طلع شو ساوي هلا هذا شو بيعد له هذا تعال شو بيعد له هذا قول له ax زائد b تساوي الصفر
معناتها A X تساوي ناقص B، يعني ال X بتساوي ناقص B على A. طب هنا وهذا العينتين X بتساوي 7-2. نتصل لجدول سريع، في أي سؤال عليه؟ قبله لا. لا مو قبله، هذا راح يسأله انه انا عم برسمه. يلا شو القيمتين طلعت عندي؟ 7-2 بس ناقص بي على ناقص بي على و7-2، هاي هون صفر وهون صفر، وفي عندنا 15. طيب استاذ ليش ما حطيت بالعكس لو يطلعوا هذول جواب اصغر اكبر من هذا؟ قال اللي هو هذول مقادير مجبه، اذا مقادير مجبه وفي قدامه سالب معناته هذا المقدار حصل يكون سالب. تمام؟ يعني عشان ما حط افكر ليش ما حطيت العكس استاذ؟ يعني جزء يخطر ببالك استاذ بلكي كان هذا سالب بيصير المقدار هذا قدامه، ايش عرف انت حطيته هذا قبله لهذا؟ طب احنا الفكره ايش؟ اعطيني هن الموجبات، المقادير موجبه، لما هون مقادير موجبه قدامه في سالب راح يصير هذا المقدار سالب معناته. طيب طلع شو اقول لك سؤال، ركز ركز هلا شدوا الاحزمه. انا بقول لك ضمن هالمنطقه هي يلي هي المطلوبه، تعال طالع منطقه مطلوبه اول شيء، نحن ما طلعنا اول شيء، ضرب لي هذا موجب بموجب بيطلع موجب سالب سالب، موجب سالب موجب. صحيح هيك؟ صحيح. هلا ضمن هالمنطقه المطلوبه اللي هي السالبه شايفها؟ في عنده 15 قيمه لاكس بياخذها. قيمه صحيحه. قيمه صحيحه. تمام. احسب له البي، عم بقول لك هيك سؤال. طب احنا شو عم بسال؟ تعال نطالع هلا هون، شو هذا بساوي تقريبا 7-2؟ 7-2 شو بساوي تقريبا؟ 3 وشوي. برافو عليك، 3 وشوي. هي 3 ورشة. طيب تعال نرجع، تعال نرجع بقيم لحتى نوصل على 15 قيمة. يلا تعال نرجع. 3 2 للثلاثة 1 0 صار 3 في 4. هلا هون أربع قيم صح؟ بدنا 11 قيمة، معناتها من عند الناقص 1 لعند الناقص 11. تمام. معناتها هذا العينتين شو بيساوي؟ كشفناه. معناتها الناقص بي على A لازم يساوي ناقص 11. وبالتالي الناقص بي تساوي ناقص 11 A. يعني البي بتساوي 11 A. طيب شو بده؟ بده أصغر قيمة للبي. نعطيها للA واحد. برافو عليك، يعني جواب شو بيطلع؟ 11. شفتوا هيك شوفات بحياتكم؟ ممكن هدول الدول منين بجيب لك الاسئله؟ استاذ بتغلغلوا بكل موضوع، الله وكيل. ايه والله العظيم، يعني بحر شيء بيعرف بحر، اذا تفتح كتب التركيه بتفتح بحر تشتغل. اي أيوة والله يا استاذ، فتحنا الكاركوك بتاعه اشتغل. مهم حل، مهم حل، مهم احفظ افكار. يعني انا هي الفكره انت مو معديت عليك هلا، هلا تجيك بالامتحان جاهزه مباشره. صحيح استاذ الله، يعني غير ما يعدي عليك، اذا ما يعدي عليك تفكر شلون. يعني غريبه بنجي من يعني بنوقف عند وحده وما بعود لنا مره، هي القصه اللي بتصير. لذلك انه الافكار لما تتغطى معك الافكار الخارجيه الافكار الغريبه، بعود ان شاء الله بعود الامتحان بصير وضعك كثير يعني كويس سليم سليم، يعني بيشتغل ان شاء الله. في اي سؤال عليه؟ طلع لي في الكتابات، في اي سؤال من هون من هون؟ في استاذ نعيده ما نعيده ايش الوضع؟ ما في حدا كذا طبعا تحت السيطرة يعني الوضع. يلا هذا سؤال بعده، هذا يمكن قبل اخر واحد، معين سؤالين بس يمكن. هلا انا هسمي هذا تي، شو رايكم؟ عشان ما نعذب حالنا كثير بالموضوع. تعال سمي تي لهذا. وجيبوه لجوا. وهذا بوصل تي تربيع. صار عندي معناتها 2 تي تربيع ناقص 9 تي زائد 4 اقل او تساوي الصفر. في شيء مشاكل لهون؟ بنات شباب. هاي تي وهاي تي تربيع.
هلا بنحلل عن طريق الاتراكشن. بتحلل معنا 2t ناقص 4 ناقص 1. تأكدنا نشوف اذا ضربنا هاي بيطلع ناقص 8. معناتها هيك هيك بنحط يعني 2t ناقص 1 t ناقص 4. في حدا ما بيعرف يشتغل الشغل هذا؟ استاذ طريقة تانية اذا ضربنا الاثنين باربعة. لا تكرم عيونك مدلل انت يا اصيل. شو بصير عندك؟ تي تربيع ناقص 9 تي زائد 8. حلل بس منقسم على اثنين. ايه بس طول بس خلينا نحل اول شيء. شو بيطلع هي هون تحليله واحد مو هيك؟ هلا بالاخير قسم على اثنين بصير تي ناقص 4 تي ناقص نص. تمام حجي؟ تمام. اصغر تساوي صفر. هلا ناقش لي اياها مين هذا التي عندي انا؟ هو 2 اس اكس. 2 اس اكس معناتها بتساوي اول وحده شقاق 4 يعني بتساوي 2 اس 2 يعني معناتها الاكس بتساوي 2 اول وحده والاكس تساوي ناقص 1. ثاني وحده صحيح 2 اكس تساوي 2 اس ناقص 1 معناتها الاكس بتساوي ناقص 1. تعال حط الجدول الظريف. عندي قيمتين معناتها ناقص واحد والاثنين. هاي صفر هاي صفر. ضرب لي الامثال ببعضهم. موجب سالب موجب. المنطقه اللي بده اياها شو المنطقه اللي بده اياها؟ اصغر من الصفر. ناقص واحد للاثنين. تمام من عند الناقص واحد معناتها لعند اثنين. شو طيب؟ كم قيمه صحيحه في عندك ضمن المجال هذا؟ الناقص واحد اثنين والصفر والواحد والاثنين. خشت انا دوت انا بقى. استاذ هم ما بيروحوا ما؟ وين بيروحوا؟ ناقص واحد الواحد ما في جمع، هو طيب جمع، هذاك السؤال كان جمع. لو قلت لك مجموعهم انتبه على نص السؤال يعني انتبه على نص السؤال، هون هذا طيب بده عدده. كم وحدة عندك يا يعني؟ طلع لي في سؤال حدا بيسأل سؤال؟ شو؟ لا ما في حدا، بس هي شو هاي الطريقة؟ أول مرة بشوفها صراحة، تبعت الأتراك بعرف ولا شيء خاص فيك؟ هاي قصدك؟ إيه ما في شيء خاص فيني مشهوره دوليا بس انه هذا الامثال بنراجع ان شاء الله المتطابقات بس خد بحث المتطابقات براجع لك اياها الماس واحد يعني بضرب هي ضرب هي بعدين بحلل تحليل نظامي عددين ضربهم 8 وجمعهم 9 مين هن 8 و1 امثال؟ نعم ما بتحل معنا ايوه اذا كان هو الامثال اللي هي اذا هي الامثال بس انتبه اذا كان في عامل مشترك قبل اسحاب العامل المشترك قبل لاني ما بتطلع بتصير خطا يعني الاولويه دوما بالتحليل للعامل المشترك اول شيء اذا في عامل مشترك هذا اول شيء رح تسحبه بعدين اشتغل الباقي الان ما في عامل مشترك بيناتهم اذا ضربت هذا بهذا صارت 8 عددين ضربهم 8 1 و8 قسم على 2 بصير هون نص وهون بصير 4 خلص صارت جاهزه طيب احنا كيف؟ عاصم واضحة؟ ايه جام تمام اخر سؤال يمكن ولا سؤال هذا ظريف قص ثلاثة حدا فكر طريقة حل؟ عايزكم هيك خمس دقائق تفكر طريقة الحل شو شو الحل معكم؟ هذا اجانا ورزقي يجي يلا استاذة بس ترجم السؤال ما ترجم اقول لك كم قيمة ام بتاخذ؟ مجموع قيم ام مجموعة قيم ام، هلا بطلع اس كي جي بالتسجيل. أنا عم بسجل بطلع لي اس كي جي هلا. طيب خلص فهمنا. طيب هلا تحت الجذر متطابقة. برافو عليك يا أخي شلون ضحالة بس خلي يروح هذا الاس كي جي. في شي مشاكل لهون؟ لا. شوف هي الفكة كشف الطالب خلص مشي حاله مشيت معه المجموع مين كان بيمثل المجموع؟ اخذناه بالمعادلات عكسه لهذا على هذا يعني معناتها صار عندي ام زائد 3 بالقيمة المطلقة اقل او تساوي 4 لاني شلت انا التربيع مع الجذر وحط لها قيمة مطلقة هي شلون كنا نحلها بدرس متطابقة القيمة المطلقة؟ مرة بنفس ثلاثة مرة عكس ترى طبعا ناقص 4 هون وهون 4 ناقص 3 من كل ايتم هبس ناقص 7 ام 1 1 اجمعوا يلا
ناقص 7 ناقص 6 ناقص 5 ناقص 4 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1. هاي قيم ام كلها ناقص 1 مع 1 1 ناقص 1. هذول ايش بدي اسوي عندي؟ هاي 10 5 كويس 15 هاي 20 سبعة عشرين معناتها سبعة عشرين صحيح صح. أي سؤال كوشن في كوشن فارمانسوس ده هيتش هيتش يوك هذي يقول الشروز. السلام عليكم. ايه والله استاذ بس سؤال أفندم النط لك سؤال تبع قلت لنا ما بصير نضرب جدار طرفين بالوسطين. لو في عندك سؤال زياده استاذ سبعت لنا هون ابشر لا يلا هلا بحل لك كم سؤال. سلام على راسي استاذ تكرمين.